لوداس ديوان الوطني للاراضي يعني المتوجهه ل يعني الاراضي الجنوبيه، كذلك ديوان الوطني للاراضي الفلاحيه، كذلك اللي عنده مهمه بالنسبه لتوزيع العقار الفلاحي في احسن الظروف. لحد الان بالنسبه ل 2022 2023 وزعت 460,000 هكتار لمستثمرين خواص، منهم سواء أجانب وطنيين أجانب أو كذلك مؤسسات عمومية مثل كما تعلمون اللي فيليال تاع لاتروازا تاع سونتراك كوسيدار لجروب مادارا، وتخلى معنا ذلك بالنسبة لتطوير هذه الشعبة تاع الحبوب، وكذلك مؤسسة الأجروتيف اللي تلاقينا معهم الأسبوع الفارق. يعني بصفة عامة يعني بالعموم فقط، يجب علينا اليوم أن تكون عندنا نظرة بالنسبة لزراعة الحبوب على مستوى ولاية الجنوب، والهدف الأساسي ممكن نلحقوه إن شاء الله هو قضية أولا المساحة، استغلال المياه كما تعلمون عندنا حوالي ما يعني يقال بين 30,000 مليار متر مكعب إلى 60,000 مليار مكعب، يعني راه في يعني الأهم هو يكون فيه يعني استغلال عقلاني بالنسبة لنب هذو المياه الجوفية على مستوى الأبيض. هذه من جهة أولى. ثانيا الهدف الأساسي أظن بلي نتوافقوا كامل عليه، هي في أقرب وقت إن شاء الله هو يكون عندنا مليون هكتار اللي نقدروا نستغلوها. إلى عندنا مليون هكتار اللي نقدروا نستغلوها، يعني يكون عندنا مردود على مستوى الجنوب بالأقل 60 70 قنطار في القطار.